مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام وكل مشاهدي مهارات عظيمة وكل من يتابع قناة الأهلي في كل مكان. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. النهاردة إن شاء الله حلقة مميزة، نعمل فيها وصفات خاصة بأولادنا، حاجات بنشتريها من بره من السوبر ماركت سواء جاهزة أو من محلات الحلويات، لكن هنعملها النهاردة مكونات بسيطة وجميلة وتطلع تيست عالي وجميلة تنول إعجاب حضراتكم إن شاء الله. أنا بدأت يعني بما إن في ناس كتير حبايبي وغالين عليا من خلال الصفحة الشخصية بيبعتوا لي، حبيت أذكر أسمائهم وابعت لهم تحية من خلال برنامجي مهارات عظيمة، عشان أنا بنزل حاجات خاصة بيهم كتير، وطبعا متابعين البرنامج بشكل جميل بشكر حضراتكم طبعا شكرا جزيلا. لكن عايز أقول اللي طلبوا مربى العنب، أنا نزلت الوصفة وفي ناس أصدقاء كتير بعتين أهم، فعايزة أشكرهم طبعا. الريان وفي كمان إلهام وفي الله أكبر بشكرك جدا حبيبتي، دي أحسنتي حبيبتي تسلم إيدك ميرسي. شكلها لذيذ وجميلة، جرينلاند ليبيا، تحية لكل أهل ليبيا طبعا. إيمان فهمي، أم نور، وفي كمان نوشة زكي، وعندي نهر الكوثر، وهمسة بارك الله فيك حبيبتي تسلميلي شكرا لذوقكم، زيزي محمد، وعندي كمان ليا محمود. يعني بصراحة كلامكم جميل جدا، ملكة الجمال تحفة جدا، شكرا ليك حبيبة قلبي. في أصدقاء غالين عليا جدا، أم يوسف جميلة تسلم إيديكي، مرسي أم يوسف تسلم إيديك، ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك قلبي، ربنا ما يحرمنيش منكم. زوزو من الأصدقاء القدام للصفحة عندي، بشكرك جدا يا زوزو، أنتي حاطة صورة صباح الجميلة، بحب الفنانة صباح جدا. وفي كمان أم سيد، وفي نوارة عمري، يعني بصوا بقى أم محمد الراوي، في أصدقاء وبشر الصابرين حبيبتي بسكر دايت من عينيا، هعمل لك مربى بسكر دايت. احنا نعمل إن شاء الله يوم نحدد فيه أنواع من الفواكه نستخدم فيهم أنواع سكريات قليلة جدا لمرضى السكر، وهنبدأ ندخل حاجات جديدة كويسة مفيدة، وفي نفس الوقت نستخدم لها نوع سكر يكون مناسب، ونشوف الكميات قد ايه ونعملها مع بعض. حاضر وبشر الصابرين تسلميلي من عيني حبيبتي، الف سلام عليكي. طيب هنتكلم بقى ام احمد طبعا، منى الشامي، بسمه محمود، شذا الربيع، هنشوف بقى كده ايه اصدقائنا كمان الغاليين اللي هم بعتين، ام كريم، ودعاء شراقه ولا شراقه انا مش عارفه بالظبط، بس ماشي ام احمد بشكرك جدا جدا ام احمد، كلامكم جميل. ايمان علي، كل اصدقائنا اللي طالبين وصفات معينه من عيني حاضر. وصفه بالنسبه للكريز على الرغم ان هو نزل وفي ناس بتبقى حابه تشيله، نعمل وصفه ان شاء الله في يوم نعمل بيه صوص ونعمل بيه كيك ظريف قوي بالفاكهه الطبيعيه من الكريز، ونتكلم لو احنا عايزين نعمل منه مربى او نحفظه ككمبوت نعمل حلقه خاصه بيه. حاضر للناس اللي بتحبه مفيش اي مشكله، تسلموا لي يا رب، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. عزه تسلمي عزه جدا شكرا. عزة شيشة ماشي، طبعا ملكة الجمال تسلمي. نينا الحجة، نينا الحجة أو تيتا الحجة. جوجو، جوجو برضو من الناس القدام اللي معانا. أم محمد، أنا بشكر حضراتكم جدا، وفي طالبين مننا المش حاضر، المش والفطير المشلتت حاضر هنعمله برضو من عينينا حاضر ينفع. طيب انا سالتك عن الطواجن بتيجي فيها نوتيلا، ينفع اعمل فيها طواجن زي الباميه بس لو شلتها في المطبخ لقيت ريحتها مزنقه جدا، اتعامل معاها ازاي؟ طبعا هنقول طريقه حلوه للطواجن، نتعامل مع الطواجن ونقول احنا بنعقمها ازاي، ونحصل على ان الطاجن ده يدي طعم للاكل حلو ازاي، ونقول ايه نوعيه الطواجن الكويسه. خلينا ايه نبقى مع بعض كده، وانا هتلقى بعد كده ان شاء الله كل طلبات حضراتكم ننفذها، واسمحوا لنا بقى ايه ان احنا نبدأ بقى. احنا هنعمل النهاردة أنواع سهلة وبسيطة، هبدأ بيهم بنوع سهل وبسيط، كوكيز بالفانيليا. يعني انت بتحطين الفانيليا فين يا ولاد؟ الفانيليا السايلة فين فين فين؟ اهي. طيب يا حبايبي تسلمولي، أولا أحلى حاجة في بسكوت الفانيليا أو الكوكيز الفانيليا هو طعم الفانيليا، فبنستخدم أحلى طعم تلاقوه زي بالظبط طعم بره هو الفانيليا الخام، ودي سر من الأسرار. طيب عايزه اقول لكم لا، بسكوت الفانيليا ده مهم نحط له شويه فانيليا بنطعمه كده يبقى طعم الكوكيز او البسكويته ممتاز. طيب تعالوا نقول اول كوكيز بثلاث مكونات بس.
عندي تلت كوبايه من السكر، عندي معلقتين كبار من الزبده، عندي كوبايه دقيق. حاجه سهله وبسيطه، يا دوب هضيف عليهم معلقه صغننه او نص معلقه من الفانيليا السايله. طيب هنقول بسم الله ونعملهم على ايدي، يعني انا مش محتاجه ان انا اشتغل بيهم بميكسر ولا حاجه. ممكن بس بعد اذنكم نضيف نص معلقه من الفانيليا السايله عشان تدي طعم وتيست حلو مع الكوكيز القمر ده. هنزينها بالفارمسال الالوان، انتوا يعني نشلتوني من الحاجه بتاعتي. محمد يجيبها لي دلوقتي فارمسال الالوان. تعالوا بقى ناخد كده البوله بتاعتنا الجميله دي، نعمل كده على ايدينا بسم الله. هاخد الزبده وهحط معاها السكر. بصوا ده كمان من البسكوتات قليله السكر. عايزه اقول لكم ده حاجه مقرمشه تتحط بقى، ممكن تبقى في الاعياد. الكوكيز ده من الحاجات الجميله اللي ممكن تتقدم في المناسبات وفي الاعياد، ويبقى جنب القهوه الصبح. عايزه اقول لكم الكوكيز ده اصله كان في بلاد فارس يمكن تقريبا من اكتر من 2500 سنه. في امريكا او الامريكان استمتعوا بيه وبداوا يعني يتعلموه من الهولنديين، وانتشر بعد كده في بريطانيا وفرنسا بشكل اكبر، فاصبح الكوكيز زي ما حضراتكم بتشوفوه. بصوا معلش انا هبدا اعمل كده الزبده كويس مع السكر كده. اللي عايز يستخدم سكر بودره مفيش مشكله، هحط بس نقطه صغننه مع الفانيليا هنا. ليه بقى؟ انا قلت لكم فاكرين، قلت لكم نعمل سابلي، نعمل تورت، نعمل بسكوتات، نعمل باستا فلورا. الفانيليا دي بتدي تيست اللي متحط مع الزبده والسكر، سبحان الله بتطعم كل الوصفه بشكل. عشان يبقى كوكيز ده ممكن نشكل عليه فارمسال، قطع شوكولاته صغيره، يعني زي ما حضراتكم تحبوا كده. شايفين كل ده بدات الزبده تاخد حراره ايدي. لا علشان مش كل حاجه نستخدمها في العيش مش محتاجين، يعني احنا عايزين برضو نقول ايه، هو كوبايه دقيق استخدم له العجان ليه؟ اهو هنجمعه بقى. طب حضرتك بتسال عشان ايه وجهه نظرك؟ قول لي كسل. لا طب والله انتوا عارفين انا البيتزا الايطالي بحب اعملها كده على الكاونتر عندي. يعني بصوا بقى بدات العجينه، زي ما تستعجلوش عليها، تستعجلوش، هي اول ما هتدوب وتاخد حراره الايد بصوا هتمسك. عايزه اقول ان انا بعملها بفتح، بحط هرم كده وبفتح في النص واحط البيض واحط المكونات وابدا اعملها كده لحد ما عجنها بايدي، بستمتع بيها جدا. بس بقالي فتره بقى يعني كانت عندي مشكله كده في ايدي اليمين، لكن بما ان كوبايه دي ما فيش فيها مشكله يا فندم، وبشكر حضرتك يعني الله يسلم عمرك. شكرا يا فندم. بصوا بقى اهي شايفين ادي العجينه، يا سلام. بصوا تعالوا بقى نجيب صاج كوكيز روعه، ريحه الفانيليا مخليها تحفه. حاجه بقى من الاثنين، اما ان احنا هنعملها فيها قطع شوكولاته او هنعملها عليها فارمسال الملونه. احنا عاملين واحده كده بس هنوري حضراتكم برضو. بسم الله هاخد كده صاج، هنشكل بقى الوحدات الحلوه دي. بسم الله خلينا نحط نقطة بس صغننة هنا لسه. ماشي
انا مش قصدي ادهنه لان هو فيه زبده فهو مش محتاج يدهن، بس نظفت الفرشه في من نقطه الزيت اللي انا فردتها تحت عشان تمسك ورقه الخبز فوق. وهاخد كده على حسب بقى حضراتكم عايزينه ايه، انا بحبه يفرش كده ويبقى كوره حلوه اهو. بصوا اهم حاجه تبقى كور مش مشققه، بصوا الكوره الملمس وريحه العجينه روعه حقيقه يعني. هنحط بقى عليها اي حاجه، شكل واحده كده بالشوكولاته وواحده بالفارمسال ملونه على الابيض بتبقى شكلها حلو، او لو عايزين شوكولاته اللي انتوا عايزينه. احنا طبعا هنحط الاثنين، احنا الحمد لله عندنا من كل الحاجات، فاحنا ايه كده محمد بس كان مخبيهم عايز ياكلهم لوحده تقريبا. محمد ماشي يا محمد، شكرا يا محمد. كده بصوا اهو كوكي سهل وبسيط نعمله واحنا واقفين في 5 دقايق. عايز اقول لكم طعمه حلو وشكله حلو، وعايزين تعملوا منه احجام صغيره يبقى ميني كوكي وتحطوه مع القهوه الصبح او لاصدقائكم او للولاد وهم رايحين النادي، واحنا معانا ترمس شاي لطيف او بنطلب شاي في النادي، اصل انا ما بعرفش اشرب شاي بره، فلازم الترمس ولازم احط فيه نعناع فريش ولازم يبقى الشاي خفيف ويبقى في وقت معين، يعني ايه ليه طقوس كده ما بعرفش اشربه بره. من بره بتبقى غاليه ويبقى علبه باكت صغير كده وفيه الحاجات دي، واصلا مكوناته بسيطه، ودايما ما بنقولش ان اللي بره وحش بس نقدر نعمله في البيت بشكل جميل. حراره الفرن 180 على الشبكه في النص، احنا مش عايزين نغير اللون قوي، ممكن نبقى 170 اذا احنا مسخنينه من قبل بربع ساعه بس، هيبقى كفايه جدا وجميل على الشبكه في النص. اسمحوا لي بقى هنا ايه بس انا هشيل الجزء ده، بسم الله نحطه تحت ونرفع دي بس كده سنه عشان يبقى في النص بالظبط اهو. هنحط كده زي ما حضراتكم شايفينه، هنقلل بس الحراره اهو 180 اهو، ونقفل بقى شغاله الفرن ومروحه. فكروني بس عشان ما يتلونش، يعني عايزاه يتلون حاجه بسيطه عن اللي احنا عاملينه بس كده حالا. يا دودي يا سلام ديانا، ده احنا عنينا لديانا حياتي، ببعت لك تحيه ديانا بجد وبشكرك طبعا، وبشكر ماما كتير وبشكر كل اهل الاردن عشان خاطر ديانا. بصوا بقى احنا هنعمل ايه هنا، هنعمل كوكيز شوكولاته، انا جبت تشوكلت شيبس دي بس اللي هي عند المستحضرات الحلواني، هي دي اكياس بتتباع في السوبر ماركت كبيره شويه عشان دي اللي بنلاقيها في الكوكيز المستورده. طيب لو هي مش موجودة هجيب الشوكولاتة الخام وهبدأ أكسرها وأخليها قطع، بتبقى أشيك تبقى حلوة قوي كمان برضو، مفيش مشكلة خالص. أو لو عايزين شوكولاتة شيبس صغيرة ماشي، بس أنا بقولكم عشان لو عايزين الشكل والطعم يبقى كده. اخترت أنا ده سكر بني عشان بس حاجة تبقوا عارفين، بصوا هوريه لكم السكر البني ده أهو، ده سكر بني البراون شوجر، في منه نوعين، في منه النوع ده أهو بيبقى رطب شويه، في منه بيبقى ستيكي قوي بيبقى كانه عجينه كده مبلول قوي زي رمل البحر المعجن، وفي منه بيبقى زي السكر بتاعنا العادي جدا فاكرين كنا بنجيبه من التموين زمان
بيجي معاه اكياس ساعات تبقى بنيه اللون، هو ده، وده بيتباع كتير في السوبر ماركت. طيب تعالوا بقى بينا نقول المقادير بتاعتنا. يلا بسم الله. عندي كوكيز الشوكولاته، كوبايه من الدقيق، رشه ملح، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج صودا، تلتين كوبايه من الكاكاو الخام، وارجو ان يكون ليه تيست وطعم، اما كاكاو اسباني علشان يبقى له تيست حلو، او لو عند حضراتكم الكاكاو اللي هو برده العلب اللي هي بتبقى بناخدها نستخدمها في الكاكاو في البيت بيبقى ليه طعم كده حلو قوي. اسالوني عن انواعه وانا اقول لكم. طيب عندي بيضه، عندي كوبايه الا ربع من السكر البني، ممكن نخليه نص كوبايه زي ما تحبوا، وربع كوبايه من السكر الابيض، انا هنا بس مكتره من البني ومقلله من الابيض عشان اللون والطعم، رشه فانيليا، وعندي كوبايه الا ربع من الزبده، وعندي طبعا من الشوكليت شيبس. طيب انا هحتاج طبعا الفانيليا لان الفانيليا بتفرق جدا مع البسكوت الشوكولاته، عايزين فانيليا سايله شويه كده صغيرين. هنحط بقى ايه؟ تعالوا بقى ناخد الكوكيز كده، اول حاجه طبعا الماده الدهنيه مع السكر. تعالوا نعمله احسن في الميكسر، تحبوا ولا ايه؟ يلا نعمله في الميكسر عشان ما ياخدش وقت معانا ان شاء الله. بسم الله. هاخد كده، ماشي حبايبي، ميرسي، تسلموا لي والله. طيب هاخد بقى كده السكر البني كده، وبعدين هحط السكر الابيض. عملنا ميكس بين الاثنين، اللي عايز يقلل يقلل، اللي عايز يستخدم سكر دايت يعني براحته خالص. هاخد الفانيليا، براحته. هاخد بقى انا كده البيضه جنبي هناك، ونبدا نخلط الخليط الحلو ده. بسم الله. نوعين السكر مع الزبده او الماده الدهنيه، وبعدين هنضيف البيضه. خلاص اهو، بسم الله. لما يبقى خليط كريمي كده وجميل، باقي له حاجات بسيطة اهو الكوكيز، ما تلمسوهوش سيبوه، هياخد بس وقته. تمام، وما يطلع مش هنلمسه الا لما يبرد تماما. هضيف البيضة، وهبدا هنا ارفع وهجهز المكونات الجافه، هخلطهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا ورشه الملح وشويه من الشوكليت شيبس اللي احنا اضفناهم، وهستسمح حضراتكم بقى احنا ايه نخلط دول مع بعض. بسم الله، ونستاذنكم في استراحه، نرجع نشوف العجينه مع بعض ونشكل سوا، ونحكي حته كده صغننه عن التشكيل بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا العجينه بقت كده اهي، شايفين؟ اللي عايز يسقعها
في الثلاجه ومثلا ياجل خبزها شويه ماشي، اللي عايز يخبزها على طول كويس، بس خلوا بالكم اي عجائن خاصه بالبسكوتات غريبه. وصفات بتاعتنا احنا نبعد بس المسافات عشان هو بيفرش شويه. احلى حاجه فيها سابلي تارت انه يسقع، انها تسقع، اما بتسقع الدنيا بتبقى اجمل، تدي نتيجه احلى. خلاص الكوكيز ده خلاص. نقفل اهو ونبدا نشتغل. الله تسلم ايديكوا، تسلموا حبايبي، ريحته روعه. نبعد بس كده، اللي عايز يعمله كبير قوي ماشي يعني براحتكم طبعا، بس يعني الولاد انا شايفه انه الصغير ده هيبقى فطير زي ما ندى بتقول، فعلا هيبقى كويس يعني الحجم ده مناسب، ممكن نعمل منه صغير. بيقولوا مناسب لولاد الاطفال، ايوه مش مناسب ليكوا انتوا كبار، انتوا كبار تاخدوا كبير ماشي. خلاص فهمت، حاضر نعمل كده صاج تاني. هنرص بقى الحاجات الحلوه دي. عايز اقول لكم بقى نحط الشوكليت شيبس كمان على الوش، يا سلام طعمها بيبقى يجنن على فكره، مع الفاتح كمان بتبقى حلوه الشوكليت شيبس دي، تحسوا كده قطع شوكولاته بس ما بتبقى كبيره زي اللي وريتها لحضراتكم، تبقى كبيره تبقى روعه. بصوا حجمها حلو، احجام روعه. عايزين نحط شويه، هنحط اللي انتوا عايزينه كله. طيب حاضر كده، والشوكليت شيبس يا سلام، وهي فيها خلوا بالكم جواها يعني احنا حاطين نسبه جواها، فهم هيفتحوا كده يحسوا ان الموضوع لا بجد حلو. شايفين ازاي؟ يا نهار ابيض حلو الكلام ده، يا نهار شوكولاته خالص. كده يا خبر، دول بقى اخر واحدتين بما ان كل طمعان في الشوكولاته صح؟ ايه الادب والاخلاق دي؟ محدش بيقول حاجه يعني. بقول مين اللي طمعان في الشوكولاته؟ المهم مين اللي هيلحق؟ لا هتلحقوا كلكم ما تخافوش. طبعا دي اول واحده حبيبتي. حاضر بس كده، هعملها واحده كلبوزه بقى عشان خاطر ديانا، كلبوزه دي عشان خاطر ديانا حضرتك. ليديز فيرست يا فندم. يا فندم الكلبوزه دي مش بالساهل حضرتك، دي مصاريف واكل وشرب بروتين وحاجات كده يا فندم. يعني اللي بيتخن ده برضو على فكره بيدفع فلوس كتير، يقعد يدفع فلوس تاني عشان يخس بقى، مكلف يعني. اهو كلبزنا واحده كمان، تسلموا حبايبي، اهم حاجه الاولاد يتبسطوا، دي احلى حاجه في الدنيا صح؟ بس كله يهون. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم، ندخل بقى الكوكيز القمر ده الفرن. هنحط واحده هنا بسم الله، وواحده هنا تحت على الصاج تحت، ونخلي بالنا من اللي تحت دي عشان ايه ما تلسعش مننا، اهم حاجه. هنسيبهم برده 10 دقائق، ما بيحطش اكتر من كده، لان احنا بنسيبه بعد ما بيطلع بنحطه ويفضل الصاج سخن وهو مكمل، فعشان ما ينشفش يبقى برده في تروي. بصوا كده، بصوا بقى، الله اول ما بيبرد، شايفين اول ما بيبرد بنعرف نشيله ازاي، روعه. طيب هنبدا في ايه دلوقتي حبايب؟ يلا بينا. هنبدا نقول مقادير البرازق، وناخد كده المقادير هناك. قولوا لي بقى، يلا نزلوها على الشاشه. عندنا 4 كوبايات من الدقيق، عندنا كوبايه من الزبده او السمن زي ما انتم عايزين، عندنا كوبايه سكر بودره، نص كوبايه من اللبن الباودر،
نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيليا، ومية حسب الحاجة، ورشة ملح. بصوا بقى، عندنا سمسم وعندنا فستق. السمسم ده للوش البرازق. انا قبل كده عملتها، بس حضرتك تقدروا تشوفوا الفيديو في اي وقت على الطريقه الحقيقيه المظبوطه جدا. النهارده هعملها بطريقه تبقى جميله برضو ولكن سريعه. عايزه اقول لكم هي من طقوس اهل القدس، في خصوصا في شهر رمضان الكريم. طيب هنبدا بقى اول حاجه كده الدقيق. بصوا بقى، هاخد كده العجان حالا، واجيب بس الاول دي. بصوا هعملها الاول كده بايدي، هاخد كميه الدقيق دي. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهاخد رشه الملح، وعندي كميه الزبده، ولو احتجت ممكن اعمل بالسمنه عادي جدا. يعني الأول وممكن نحط كمان خلينا بس الطعم الدقيق يبقى حلو، عارفين اللي هو ايه، بندخل جواه الايه السمن كده. الله، شايفين الريحة روعة، ريحة السمن بس مع الدقيق ممتازة. تعالوا بقى ننزل شوية سكر بودرة. هعمل كل المكونات دي مع نص كوباية واحدة بس، نص كوباية يعني 3 معالق بس تقريبا من اللبن البودرة. بصوا بس، وهنقلب الخليط ده. يا حبايبي كده، هاخد بقى الخليط الجميل ده، هروح هناك عند العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحتاج بقى ايه العجان الكف. بسم الله، هنركب الكف ده للعجن. ايوه بسم الله. هناخد بقى الخليط الجاف ده اللي حضراتكم شفتونا خلطنا بيه الماده الدهنيه مع الدقيق، وضفنا عليه السكر البودره، وضفنا عليه 3 معالق كبار سكر لبن بودره كمان اهو. هناخد بقى كميه الزيت، نص كوبايه الزيت اللي اتفقنا عليها عشان تدي القرمشه، ما يبقاش ان الكميه كلها زبده او الكميه كلها سمنه، يبقى في زيت يخليه كريسبي. تعالوا بقى نخلط كده شويه. بسم الله، ايوه السيرب ده عشان الوش يا اولاد. ها حلو قوي الكلام ده، ما هو ده عشان الوش. عندنا سيرب خفيف، شربات خفيف او قطر خفيف، بدهن بيه الوش عشان انزله في السمسم، وانزل الظهر في شويه فستق زي ده حلوين عندي كده، بس احنا هنحتاج نكسر دول شويه، فانا هديهم لمحمد. خد يا محمد كسر لنا دول مجروش خالص، حط معلقه فانيليا. هنضيف بعد كده مع بعض البيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. بص على الكوكيز بتاعنا، بصوا كده، بصوا الكوكيز. السيرب ده ممكن يبقى عسل لو ما عندكوش. بصوا فرشت، هتفرش تاني دي اللي تحت،
على رحيلكم خالص اهو. وايه واديله وقته بس، اديله وقته. الشوكولاته اللي جوه دي طبعا بتسيح بتدي كده طعم جميل، بس لسه قدامه شويه. ظابطين النار احنا 180. هنبدا بقى بعد ما دوبنا كل الماده الدهنيه مع كميه اللبن البودره مع كميه السكر البودره مع البيكنج باودر مع الفانيليا وقلبنا كله، هنجيب بقى ميه دافيه ممكن ادفيها شويه. بصوا كده، وهزود عليها ميه فاتره. نعمل بس ميكس كده للعجين ونقلبه معلش كده من ايه، نبقى قلبنا اللي في الجناب نزلوا كويس واختلطوا حلو مع بقيه المكونات. ايوه كده، شايفين؟ عشان نقلب اللي من تحت ومن فوق، هنحط شويه شويه شويه. بسم الله. بصوا بقى نعجن العجينه كويس اهي، شايفين العجينه دي بقى لازم تسقع كمان شويه. شايفين العجينه جميله ازاي؟ بسم الله، ريحتها روعه. تعالوا بقى، يفضل نسقعها نص ساعه، يفضل زي الغريبه. خلاص تعالوا بقى ناخد كده العجينه الحلوه دي، هنزلها هنا اهو. شايفين كمية حلوة؟ طلع كمية حلوة جدا. طبعا هستخدم ورق الخبز برضو على نفس الصاج. الفستق اكيد اتعمل وجالي الحمد لله. هعمل كده. حلو الكلام. بصوا العجينة اهي. شايفين ازاي؟ بصوا بقى، طبعا بعد ما تسقع العجينه اوكي كده. انا هريح حضرتك فورا، فكروني بس باللي في الفرن اذا تكرمت. انا لسه بقول لكم دلوقتي يا نودي عشان تفكروني بعد شويه. طيب بصوا بقى، هناخد كده البرازق بقى احجام، في منها صغنن او وسط يعني يبقى زي دي كده، او كبيره زي ما احنا عاملينها. بصوا بقى، هجيب بس الفستق، هاخد دي الاول، دي الظهر، دي الظهر، وادي السمسم، واروح متكه كده. لا كده اهي، ماشي الكلام. ها سمسم ده ولا مش سمسم؟ طيب بصوا بقى، طبعا ممكن ندهن ده او يعني نعمل حل تاني، ان احنا اقول لحضراتكم دي بتبقى كده وهعمل كده وبفرشه ده يعني لو عشان يلزق السمسم، بس هو لزق الحمد لله. طيب خلينا نشوف كده ايه، فرشه لطيفه او ممكن بالمعلقه كده اهو، همسح بس كده عشان السمسم يلزق عليها اهي. ده برضو طبعا بتبقى ارفع خالص اهي. طيب هناخد كده واحده كمان
نكمل بقى الصاج القمر بتاعنا ده بالشكل اللي وريته لحضراتكم. الظهر بيبقى فيه الفستق، بقلبه هنا وبعمل كده، شايفين اهي. وانا بقى هخلص دول مع حضراتكم كده، واسمحوا لنا بقى نطلع بريك ونرجع نستكمل الوحدات البرازق القمر اللي احنا بنعملها دي، ونطلع الكوكيز بتاعنا. اوري لحضراتكم اخر حاجه قبل ما اطلعه، اهو خلاص لازم يطلع اهو. اوكي، وادي اللي في الفرن، يلا بينا نستسمحكم في استراحة، ونرجع بعد الاستراحة نستكمل وصفاتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. ده شكل البرازق، طبعا اي حجم تحبوه، الحجم ده تمام، الحجم الوسط ده تمام، ممكن نعملها صغنونة قوي كده ونهدي بيها، هتبقى جميلة جدا برضو. دي شكلها 180 على الشبكة في النص. هنحطها بقى ايه برضو 10 دقايق 12 دقيقة بسكوت، هو في الآخر بسكويت أهو. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو يلا بينا، شايفين الجمال؟ طبعا خدوا الوقت اللي انتوا عايزينه، هي 10 دقايق 12 دقيقة لحد ما تبقى من تحت ادت اللون الذهبي الحلو اللي حضراتكم عايزينه عشان تقرمش. لو طلعتوها بدري هتبقى، أو هي فيها تخانة هتبقى فيها طراوة، لكن هتبقى مقرمشة وجميلة زي ما هي موجودة في الاستاند، وهنطلع دول برضو مع بعض. طب هننسى أصحابنا بقى اللي عندهم مشاكل فيه، ما بيحبوش الدقيق اللي فيه نسبة جلوتين عالية. عايزين النهاردة نعمل حاجة بدقيق الرز، نعمل وصفة بسكوت بدقيق الرز، عشان برضو أصدقائنا اللي بيحبوا يستخدموا وعندهم حساسية. آدي الكوكيز اللي احنا عملناه، وآدي البرازق اللي احنا عاملينها، بصوا حضراتكم جميلة ازاي. طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا الجمال والحاجات الحلوة دي. طيب تعالوا بقى نعمل ونقول مقادير بسكويت دقيق الرز. طبعا كوكيز الشوكولاتة كمان طلع جميل، في يعني حاجات اتاكلت ما قدرناش نزود شوية في اللي طلع في الفاصل، عملنا حاجات كتير. طيب هناخد بسكويت دقيق الرز، عندي كوباية من دقيق الرز، خلاص عندي نص كوباية من جوز الهند الناعم، عندي معلقتين كبار من الزبدة المذابة، عندي معلقتين كبار من الحليب البودرة، عندي بيضة واحدة، عندي نص كوباية سكر، عندي معلقة من البيكنج باودر، عندي معلقة صغيرة من الحبهان ودي اختياري، وعندي معلقة صغيرة فانيليا ورشة ملح. ده بسكوت جميل تقدروا تحطوا فيه اي منكهات انتوا عايزينها، اللي عايز يحط قلفة، عايز يحط زنجبيل، عايز يحط اي أطعمة هو حابب يضيفها، مفيش مشكلة خالص. طيب انا عندي هنا العجان نظيف وفاضي، هياخد كده دقيق الرز بسم الله على جوز الهند. احنا قلنا جوز الهند قد ايه نودي؟ نص 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 كوباية، وعندنا اللبن البودرة، وعندي السكر بسم الله الرحمن الرحيم نص كوباية. عندي بقى المنكهات، انا هحط رشة كده من الحبهان بسيطة قوي تدي طعم حلو كده، وطبعا البيكنج باودر، وعندي هنا البيضة هكسرها بسم الله الرحمن الرحيم، وعليها الفانيليا بسم الله، وهحط معاهم الزبدة المذابة. تعالوا بقى ايه نخلط الخليط ده ونشوف هيحتاج مادة دهنية تاني ولا لا. بسم الله، من البسكوتات الجميله جدا جدا اللي هتعجب حضراتكم برضو. ادي الصاج عندي مدهون، شفت ورقه الزبده لكن متبقي فيه ال كده تمام، متبقي فيه مكانه الزيت اللي احنا دهناه. ريحه الجوز الهند رائعه. تعالوا كده بس نشوف اخبار العجينه ايه. ايوه الله حلو قوي. تمام، نزل
نخلطهم خلطه كمان، ما حطيتش بقيت بقى السمنه بقيتها بالظبط، نحطها اهو. يلا بينا. نخلط خلطه كويسه كده زي ما حضراتكم شايفين. ونبدا نشكل بقى الجمال ده. طبعا ريحه الجوز الهند روعه. اللي عايز ما يحطش جوز هند وعايز يحط دقيق رز ويضاعف الكميه ويحط حليب جوز هند هيبقى رائع برده. شوفوا ان احنا نعمل حاجه جميله. ايوه هو ده الكلام. ده مساله سهله. والاذواق حضراتكم انا واثقه انكم لما هتعملوها كمان هتعملوها احلى وهتحطوا لها مقترحات اجمل. اهي بقت عجينه. انا بقى اعشق اي حاجه داخلها جوز هند. احب جدا كمان الشكلمه جدا الحقيقه. مش عارفه انا بقيت انا حاسه ان انا الوحيده اللي بعملها في العيد. كل ما اسال حد يقول لي لا 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 ما بنعملش شكلمه. يعني اسكت اقول يمكن هما ما بيحبوهاش يمكن عشان بتنشف منهم. بصوا بقى الجمال اهو. هناخد بقى البسكوتات الحلوه دي كده ونقلب. هنعملهم بقى وحدات صغنونه وايه ونعملها بالشوك. لا يا حبايبي بصوا اعجن حلو كده شايفين ازاي. ريحته روعه. وعملناه بدقيق الرز وعملناه بالجوز الهند. وننزل المقادير تاني بعد اذنك يا ندى وانا شغاله كده في الوصفه بتاعتنا. نقول لاصدقائنا احنا شغالين في بسكوت بدقيق الرز وجوز الهند عشان اصدقائنا اللي اشتغلنا لهم بالدقيق الابيض او الدقيق اللي هم فيه عندهم مشاكل مع الجلوتين يعرفوا ان احنا بنعمل برده حاجات خاصه لمرضى الحساسيه. عندنا كوبايه من دقيق الرز، عندنا نص كوبايه من الجوز الهند، عندنا معلقتين كبار من الزبده المذابه، عندنا 3 معالق كبار من الحليب البودره، وعندنا بيضايه واحده، وعندنا نص كوبايه من السكر، وعندنا كمان معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره من الحبهان، انا حطيت حوالي نص معلقه حبهان مطحون، وعندنا معلقه صغيره فانيليا ورشه الملح على الدقيق. بصوا كده وصفه جميله برضو اهو. الله. والبرازق شغاله في الفرن تطلع ان شاء الله جميله. السيرب ده روعه بيدي تيست كده مسكر ليها. تقعد لها من 12 دقيقه ل 15 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن زي ما حضراتكم تحبوا. بصوا انا بعمله كور صغنونه كده تبقى جميله وهشكله بالشوكه يعني يبقى شكل حلو اهو. تمام شايفين قريبين الكور من بعض ماشي او يعني عايزين توزنوهم اللي يريح حضراتكم. بسم الله اهو. وبكوبايه واحده ونص كوبايه جوز هند عملنا وصفه حلوه اقتصاديه وكويسه مختلفه وطعمها حلو. الحلقه دي بيقولوا لي كلهم احنا عاوزين شاي بلبن. الحلقه دي عايزه شاي بلبن حبايبي ونقعد في البلكونه الساعه 5 ناخد التي وايه ونشوف هنعمل ايه بعد كده. كده اهو بين البنين بعمل كده دايما اما يتبقى وحدتين. بصوا اشهر عملوا 18 واحده اهو لا باس بيهم. يعني كوبايه دقيقه طبعا لازم اعد. انت عارفه انا لما اعمل اي وصفه لازم اعرف هتطلع لي مقدار قد ايه، كيلو كحكه يعمل لي كام كيلو، الحاجات دي مهمه. بصوا كده الله على الجمال والله. طبعا وجميل طعم الجوز الهند روعه ومفيد جدا على فكره. هنعمل بقى حاجات بعد كده بجوز الهند ونحكي عنه وحليب جوز الهند. بصوا الجمال شايفينه حلو ازاي. تعالوا نبص الاول على البرازق بتاعتنا شكلها تمام جدا ما شاء الله. بسم الله ريحه السمسم ايه يا نهار ابيض طلعت. اوه لالا حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. يلا يا ولاد الريحه تجنن. ندخل بقى القمر الصغير ده هياخد له زيهم 12 دقيقه
لربع ساعة أقصى حاجة، مش هيحتاج ربع ساعة كمان. بصوا شايفين؟ اوه لا طب الدايت، مش عارفة، انتوا بقى تستودعوا ربنا في الدايت ده وتحاولوا تجتهدوا بقى في وقت تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني، وعايز اقول لكم اعمل ايه؟ طب يا ندى انت عملتيه في وقت غلط يا ندى، عاملاه في الصيف، اعمليه في الشتاء يا ندى، قلنا الشتاء احسن في الدايت. بيجوع؟ طب نعمل ايه دلوقتي في الموضوع ده؟ مين بيقول الله هبعت له واحده حالا؟ حاضر، سمعتك على فكره وهبعت لك. حاضر، انا معاك. حاضر يا فندم، حاضر من عيني والله. يعني قالها من قلبه الراجل، الراجل قالها من قلبه، قال الله. يا نهار ابيض، يا لهوي ما شاء الله، حلوه قوي، ريحه روعه. بصوا احلى حاجه ريحه الخبز في البيت دي، ويعني مش محتاجين كميات رهيبه ولا مكونات كبيره ولا غاليه، وحاجات جميله وبجد حلوه، تعمل كده روح في البيت رائعه الحقيقه. هي حلوه، تملى التانك. بصوا اللي احنا حطينا بقى الفستق اللي احنا عملناه من تحت، بصوا بيبقى جميل، يعني كم واحده كده للشكل الحلو، ومن هنا وشها جميل ازاي، والحجم زي ما حضراتكم تحبوا. انا هشيل بقى الطبق القمر ده نحطه هنا جنب الايه، الكوكيز اللي احنا عملناها بالفارمسال ملونه عشان ولادنا، ونقول احنا عملنا ايه النهارده. النهارده احنا عملنا مجموعه من البسكوتات الكوكيز الحلوه للولاد، بسكوت بديه الرز اللي تحت ده خالص، واضفنا له جوز هند، وفي جزء منه اهو في الفرن ان شاء الله يطلع معانا، وعملنا البرازق بطريقه سهله وبسيطه، واللي بالسمسم، وعملنا كوكيز اهي الفانيليا اللي عليها فارمسال بثلاث مكونات بس، حاجه بسيطه جدا، وادي البرازق، وعملنا كوكيز الشوكولاته، بس ايه، عشان الولاد بيحبوا كوكيز الشوكولاته دعمناها شويه، وده بسكويت بديق الرز والجوز الهند، شوفوا جميل ازاي، طعمه كمان جميل وخفيف جدا. كوكيز الشوكولاته عملناه بطريقه حلوه، استخدمنا فيه نوعين من السكر بس، يعني كميه السكر كانت قليله، اللي عايز يعمل بسكر دايت ينفع، بس تتاكدوا ان نوع السكر الدايت اللي هيدخل جوه ما يكونش فيه ماده الاسبرتام، ما يكونش يكون من الانواع اللي بتتعرض لدرجه حراره، علشان مش كل انواع سكر الدايت بتدخل على حراره في الفرن. وتعملوه بالطريقه اللي تريح حضراتكم، تقدروا تستخدموا، احنا استخدمنا كاكاو خام وشوكولاته شوكليت شيبس خام برضو، فان شاء الله تبقى الوصفه جميله، وتقدروا تقللوا نسبه السكر زي ما انتم عايزين، حاجه ترجع لكم ان شاء الله يا رب. الحلقه تنول اعجاب حضراتكم، وطبعا اسمحوا لنا بقى ننتقل بعد الاستراحه اللي جايه على طول عشان نستقبل الفقره الطبيه مع حضراتكم، في انتظاركم بعد الاستراحه.